باي حال من الاحوال ان هو يعصبك، لانك انت اللي هيجي لك الضغط، انت اللي هيجي لك السكر، انت اللي هيجي لك القلب، انت اللي هتموت في النهايه وهو قاعد كده في حاله من البرود. يلا يا جماعه بقى دلوقتي نراجع كل الكلام اللي احنا قلناه. احنا اتكلمنا اول حاجه عن الاسهال، وقلنا ان الاسهال اشهر ثلاث اسباب ليه: واحد الاميبا، اثنين النزله المعويه، ثلاثه القولون العصبي. بشكل بسيط اتكلمنا عن الاسهال، قلنا هناك ثلاث اسباب رئيسيه او من اشهر الاسباب اللي بتقابلنا في العيادات. قد تكون هناك اسباب اخرى زي الايدز او تسمم او ايا كان الاسباب الاخرى، لكن احنا بنتكلم دلوقتي عن اشهر ثلاث اسباب بالفعل بنقابلها في العياده، اللي هو الاميبا والنزله المعويه والقولون العصبي. اما نيجي بقى نتكلم عن كل حاجه، اول حاجه اما نيجي نتكلم عن الاميبا نقدر نقول ان في ريحه براز كريهه، وفي وجع اثناء التبرز طبعا مع وجع البطن. يبقى احنا كده نميز الاميبا ازاي: في ريحه براز كريهه، في وجع اثناء التبرز، في وجع بالبطن. اما نيجي نتكلم عن الجاسترونترايتس او النزله المعويه، نقدر نقول ان في وجع بالبطن مع الترجيع والسخونيه. وروح اسمع دلوقتي فيديو النزله المعويه علشان تاخد معلومات مفصله عن الاسباب والتشخيص والعلاج والروشته الطبيه اللي بتتكتب في حاله النزله المعويه. وتالت حاجه اللي هو القولون العصبي. اما نيجي نتكلم عن القولون العصبي يعني في وجع اسهال او امساك، في وجع بالبطن، في سوء هضم، في انتفاخات، وطبعا بتزيد مع الزعل والضغط العصبي. عشان كده بننصح كل الناس في الروشتة بتاعتنا مش مجرد أدوية بس، نكتب كده ممنوع العصبي، مش عايزين نسمح لأي حد بأي حال من الأحوال إن هو يعصبنا. يبقى كده لخصنا كل الكلام اللي احنا قلناه. طب يا دكتور بقى الروشتة اللي بنكتبها في حالات الإسهال في العيادة ايه يا دكتور؟ يلا بينا علاج الإسهال. قلنا من شوية هنبحث عن السبب بتاعنا، هل هو gastroenteritis colon spastic، هل هو أميبا؟ هنبحث عن السبب بالظبط. بالنسبه للنزله او النزله المعويه، بالنسبه للنزله المعويه عاملين فيديو كامل عن النزله المعويه، روح اتفرج عليه دلوقتي حالا علشان تعرف علاج النزله المعويه. هنسيب لكم الرابط في الفيديو تحت. ده بالنسبه لعلاج النزله المعويه. لو طلع السبب بتاعنا قولون عصبي، القولون العصبي، روح اسمع الفيديو عشان تعرف علاج القولون اللي هنتكلم بقى عليه دلوقتي، اللي هو علاج الأميبا. علاج الأميبا يلا نعرف بقى علاج الأميبا ايه. اما نيجي نتكلم عن علاج الإسهال المسببة الأميبا، يبقى هنكتب حاجة أنتي بكتيريال. طب ايه الادويه يا دكتور اللي فيها الانتي بكتيريال؟ بشكل بسيط نقدر نقول حاجات اللي فيها حاجه اسمها الانتو سيد تابلت او الفلاجيل تابلت ستريبتو كين تابل 500 ملي جرام. ده بشكل بسيط يا جماعة. يبقى احنا دلوقتي بنعالج الإسهال مسبب الأميبا، أما علاج القولون العصبي أو علاج النزلة المعوية ارجعوا للفيديوهات بتاعتها، فيها معلومات قيمة جدا، كاتبين الروشتات هناك بشكل مفصل. لكن النهاردة كتبنا علاج الأميبا المسببة للإسهال، بنكسب حاجة أنتي بكتيريال يعني مضاد للبكتيريا. الحاجات دي كلها لعلاج الأميبا المسببة للإسهال.
وبكده يا جماعة يكون خلصنا الفيديو بتاعنا النهاردة. بالنسبة لاستخدام يا جماعة الأدوية دي، قرص 3 مرات يوميا لمدة أسبوعين. وبكده يا جماعة نكون خلصنا الفيديو بتاعنا النهاردة. عايز منكم كلكم بلا استثناء انزل اعمل لايك او ديسلايك لو مش عجبك الفيديو، يعني لو عجبك الفيديو اعمل لايك، مش عجبك الفيديو اعمل ديسلايك، علشان حتى انا اقيم نفسي واعدل من نفسي بشكل مستمر بحيث ان الجميع يستفيد. شاركوا الفيديو فالدال على الخير كفاعله. شكرا ليكم، كان معاكم الدكتور احمد عطية الدهشان رئيس الجمعية الطبية العمومية للتغذية العلاجية. دمتم بصحة وعافية، انتظرونا في حلقة جديدة.